اليوم بالانتصارات الديمقراطية في نادي الرجاء الرياضي، الحمد لله اليوم استطعنا على أننا يعني نقنعوا مجموعة من المخالطين مشكورين، لابد على أننا نشكرهم على أنهم استطاعوا أنهم اقتنعوا بالبرنامج. كذلك غادي تعطينا واحد القوة باش نحاولوا نقنعوا هذوك الناس اللي ما صوتوش علينا على هذه المسؤولية. اليوم أنا رئيس لجميع الرجاويين، وبالتالي إحنا لا يعني كنظن ان عمل كبير في نادي الرجاء الرياضي، هناك مسؤوليه كبيره، جماهير خاويه كذلك كثيره، ولكن الحمد لله يعني بمساعده الجميع كمكونات نادي الرجاء الرياضي، مكتب مديري ان شاء الله قادر على اننا نتجاوزوا هذا الصعاب على جميع المستويات، المستويات الرياضيه والتقنيه، كذلك المستويات الماليه والمستويات الهيكليه، وبالتالي ان شاء الله اللي كنتمنى هو دعم الجماهير، نتمنى دعم الجميع، لان كما قلت المسؤوليه ماشي سهله. مباشر اليوم ما كاين مشكل، اتصل بيا شي واحد يتمنى نعطيك الرقم ديالي راه مع 11 ديال الليل ديالنا التوقيت. مرحبا صافي ان شاء الله صافي عطيه باش نتفاهموا. اخر كلمه بسم الله الله يبارك فيك. انا اسمحوا لي اليوم كما قلت تنتظروا انتظارات كثيره في نادي الرجاء الرياضي، ما كاينش قرارات، وانما هناك عده اجراءات اللي غادي نقوموا بها في نادي الرجاء الرياضي، لان تكلمنا في المشروع ديالنا الرياضي على الهيكله الرياضيه والماليه والهيكله التقنيه، بالاضافه الى اشياء اللي هي يوميه اللي هي اليوم حنا داخلين تقريبا في اواخر الموسم، يعني مازال الموسم ما سالاش، اذا المكتب سيشتغل منذ الغد ان شاء الله، وتكلمنا وقلنا بان سيكون العمل ثم العمل ثم العمل، نختفي على الانظار، الكلام كثير بزاف ما عندنا ما نديرو به، سنشتغل نتمناو على ان مكونات نادي الرجاء الرياضي تساعدنا في تساعدنا على هذا الشيء. حنا كنعرفوا الضغط الكبير ديال الجماهير وحبهم للنادي وكيبغيو المعلومه في الوقت، ولكن ان شاء الله مستقبلا غادي نتجاوزوا هذا الصعاب. نتمنى من مكونات النادي، من جماهير، من اولترات، من محبين، يعني من جميع من منخرطين، على انهم يواكبوا ويساعدونا باش النادي نرجعوا للسكه ديالو الصحيحه ان شاء الله في المستقبل. سي بودرخه باقي واحد السؤال الله يجازيك بخير، دابا